مرحبا بكم. اسمها ملك ولا هكا احنا باش نسميوها، خرجت هي وخطيبها باش يحتفلوا بعيد ميلاد، لكنها خرجة عمرها ما هي باش تنساها. سويعات من بعد ملك باش تلقى روحها مخطوفة في الكرهبة هذه. هذه صور الكرهبة اللي كانت موجودة فيها ملك مع زوز رجال باش يدعي وأنهم زوز أمنيين، باش يهزوها معاهم في الكرهبة على أساس باش يقتادوها للمركز. لكن في الحقيقة باش نفهموا أنهم ما عندهم حتى علاقة بالمركز وأنهم باش يقوموا باغتصابها. ملك اللي باش تتعرف على واحد من المغتصبين متاعها من خلال أمارة في ديه، من خلال وشم تاتواج في ديه. هذا هو صورة مشابهة لهذه الصورة، التاتواج هذا هو اللي باش تلقاه في دين المعتدي عليه. ملف باش يكون مناسبة في الحقائق الأربعة باش نحلوا به جواب على سؤال كبير. وقت لي أمني سيفيل يوقف واحد في الطريق ويحب ياخذ الهوية متاعو، شنية حقوقك في مقابل هذا؟ هل يمكن أنك تتأكد من الهوية متاع الأمني؟ قصة ملاك والجواب على هذا السؤال في الحقائق الأربع جمعايفي.